كون جيشه من العبيد وثار على أقوى الجيوش وكاد أن ينتصر ويقضي على الإمبراطورية الرومانية. ثورة سبارتاكوس على العبودية في روما. حرب سبارتاكوس وهي آخر حرب في سلسلة تمرد العبيد غير المرتبطة وغير الناجحة في وجه الجمهورية الرومانية، وتسمى سلسلة حروب العبيد الرومانية. وللأسف مع التطور الضخم الذي نعيشه، إلا أن الكثير من المجتمعات والدول ما زالت تصنف مواطنيها وتفاضل بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو حتى المكانة الاجتماعية. كانت ثورة سبارتاكوس على العبودية في روما من أوائل ثورات العبيد في التاريخ وأشهرها. اشتهر المجتمع الروماني قديما بامتلاك العبيد بشكل كبير، حيث كانت تشكل أحد أهم القوى العسكرية والاقتصادية في ذلك الوقت، كما اعتمد الرومان على العبيد في القيام بأعمالهم بشكل قسري في كل المجالات مثل الزراعة والصناعة وأعمال البناء، وحتى خدمتهم في المنازل وتعليم أطفالهم. كان العبيد مع كثرة عددهم في روما إلا أنهم يمثلون الطبقة المتدنية فيها، حيث لا توجد لهم أي حقوق، بل كانوا مجرد ملكية يمتلكها صاحبها كأي متاع آخر يمكن امتلاكه. كان العبيد في روما القديمة يعيشون حياة صعبة وقاسية جدا بعيدة عن الإنسانية، وكانوا مستسلمين للأمر الواقع حتى ظهر سبارتاكوس وقادهم إلى الثورة. ولد سبارتاكوس في شمال مقدونيا، وكان يعتبرها الإغريقيون والرومان منطقة غير حضارية بربرية، فغزاها الجيش الروماني وجلبوا معهم العبيد غنائم حرب، ومن بينهم سبارتاكوس وزوجته. ومع كثرة أعداد العبيد في روما الذي تجاوز عدد الأحرار، كان لابد من وظيفة جديدة للعبيد، فكانت مصارعة العبيد للوحوش حتى الموت بهدف الترفيه عن المواطنين الأحرار. وهنا نشطت تجارة العبيد بين أصحاب مدارس مصارع الوحوش، وعاش هؤلاء العبيد حياة أصعب من حياة باقي العبيد، فقد كانوا يتصارعون مع بعضهم أو بعض الوحوش حتى ينتهي النزال بمقتل أحدهم. كان سبارتاكوس يملك جسما مفتول العضلات وبنية قوية بالإضافة إلى الذكاء الشديد حسب وصف المؤرخ اليوناني بلوتارخ. عاش سبارتاكوس حياة صعبة مع رفاقه في مدرسة تعاملهم كوحوش تحتاج للترويض. وهنا خطط سبارتاكوس للهرب، واستطاع الفرار مع حوالي 80 من رفاقه بعد أن داهموا مطبخ المدرسة وتسلحوا بالسكاكين وقتلوا مدربيهم. وبعد هروب العبيد هاجموا قافلة صغيرة تحمل أسلحة واستولوا عليها، ثم هموا بالفرار على سفوح جبل فيزوف القريب منهم، وهناك انتخب العبيد سبارتاكوس قائدا لهم. ومن هنا بدأت قصة ثورة سبارتاكوس للعبيد في سبيل التخلص من العبودية، وسرعان ما انتشر خبر تمرد سبارتاكوس على الظلم في المدن المجاورة، وانضم إليه مجموعة كبيرة من الرعاة العبيد، وكونوا جيشا ضخما من 70,000 شخص من الثائرين يهددون بقاء الإمبراطورية الرومانية. استهان القادة الرومانيون بثورة العبيد لاعتقادهم عبيد لا يملكون أي خبرة أو تكتيك عسكري، وأرسلوا إليهم جيشا بقيادة العسكري كلاوديوس جلابر مع 3,000 جندي لمحاصرة المتمردين. استطاع سبارتاكوس التغلب على الجيش الروماني وهزيمته، وغنم أغلب الأسلحة والمعدات العسكرية الرومانية، وتكرر هذا الأمر مرة ثانية بخسارة الجيش الروماني ضد سبارتاكوس. وبعد كل هذه الانتصارات غير سبارتاكوس استراتيجيته إلى الهجوم، وبدأ يتربص للدوريات العسكرية الرومانية ويهجم عليها ويأخذ المؤن والأسلحة منها.
كما أصبح يهاجم القرى الرومانية ويسلب أموالها ويقاتل القوى العسكرية فيها. تسببت سلسلة انتصارات سبارتاكوس في انقلاب المجتمع الروماني على السلطة الحاكمة، وعجزت عن مواجهة العبيد المتمردين، فأصبحت السلطة الحاكمة الرومانية تتعامل مع المتمردين وجيش سبارتاكوس بمنطلق حالة حرب لإنقاذ إمبراطوريتها. استمرت الحروب بعد ذلك بين جيش الرومان وجيش سبارتاكوس حوالي 3 سنوات. وبعد هذه المدة من انتصارات سبارتاكوس، ذكرت بعض المصادر التاريخية أن سبارتاكوس قد قتل على الرغم من عدم العثور على جثته. قامت قوات الجيش الروماني بصلب 6000 من العبيد المتمردين وعرضت جثثهم على طول طريق أبيان في روما القديمة. بهذا كانت نهاية سبارتاكوس الذي كان قريبا جدا من إنهاء حكم الإمبراطورية الرومانية. واستطاعت ثورة العبيد التأثير على نظرة المجتمع الروماني للعبودية، حيث بدأ بمعاملة العبيد بطريقة أقل قسوة عما قبل، وتحسنت أحوال العبيد، كما صدر قانون بتجريم قتل العبيد العجائز وغيره من القوانين. بقيت ثورة سبارتاكوس حية عبر العصور وتناولتها الفنون والآداب، وبقيت سيرته حتى يومنا هذا في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وكان منها فيلم سبارتاكوس عام 1960. أعزائي المشاهدين، استمتعنا معكم اليوم في الحديث عن ثورة العبيد ضد الرومان وقائدها سبارتاكوس. نأمل منكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ودعمنا بالاشتراك بالقناة. أرابيك جيوغرافيك، طريقك إلى المعرفة.